الاسعار اولا مخضر اللي انت صاحب جزاره صاحب مجزرة الدجاج. نعم الدجاج. نعم بيش الكيلو؟ كيلو 4000 دينار. الفقير اللي ما عنده ايجار يومي قاعد ايجار بالشهر 300000. من اللي غالبا ما يشتري من عندك هذا الدجاج؟ غالبا يشترون الناس العمال اللي ما عنده اللي قاعده بايجار فاين حظها، يعني بالاجاره بالشهر 300000، هو يشتغل له 250 300000، يجي ياخذ له دجاج ب 50000، اربع اشهر خمسه ما يقدر يوفيها، مين يجيب؟ ياخذها بالدين؟ ياخذها بالدين ما عنده. والله هاي عندي سجل هسه جوا، بالله العظيم صار خمس اشهر ست اشهر ناس ما يقدر توفيني، تخابره يقول لك والله ما عندي، تعرف وضعيتي، وانا ايجاري 300000، ابو الايجار يوم اثنين بالشهر يطلعني اذا ما ادفع ايجار انا وعائلتي بالشارع. زين ابو المخضر كذلك، كيلو طماطيبات ب 500 دينار يصبح ب 1000 دينار. ليش تاخذ الكيلو دجاج العراقي حتى تبيعه؟ كيلو دجاج العراقي جملته 3400، كيس العلف 48000 سوى، غنيت الغاز ب 7000، امبير المولد 22000، 22000. زين العامل شو يطلع من الصبح لليل؟ بيش معدل من الله يعني حالة الرزق زين، شغل زين، ايش قد تبيع يومي؟ والله مو شرط، حسب رزق على الله ما يقدر تحكم انت. اي تقدر يومية تبيع ب 50، يومية تبيع ب 300000، 400000. يعني امورك زينة؟ الحمد لله، حالنا حال احسن من غيرنا. لا والله ايجار. ايش قد ايجار؟ والله ايجاري 150 ويا المولد 200. وين بيا منطقة هاي؟ والله هاي 500 وشقة مو بيت. ها اي أيوة والله شقه وتعبانه الى درجه و150 الف ويا المولد 200000. صار لك ايش قد ما مستلم بطاقه تامينيه؟ ما مستلم بطاقه تامينيه من 2014. ليش؟ ماكو. لا لا دي يوزعون، دي يعطوني طحين، يعطوني شغلات بسيطه. الطحين وين يعطيك اياه؟ وين توديه؟ والله حتى على في الحيوان ما يرهم، ثق بالله العظيم. كل شيء ماكو طحينات، شو اسوي؟ انا اشتري واروح اسلي.